النقطة الثانية، اليوم أنا موجود معكم ماشي بحال الاجتماعات الأخرى اللي ترأستها، كنت ترأستها كحزب رئيس حزب، وبعض المرات في الكلام ديالي كنت توجه كذلك كرئيس ديال الحكومة. اليوم زيد على هاد الجوج أنني منتخب معكم هنا. هذا أنا بالنسبة لي نكهة خاصة، وعندي كل الجرأة باش نقول بأنه أنا كنفتخر لأنه معكم كلكم هنا في سوس تعلمت السياسة. أنتم اللي علمتونا السياسة، لأنه بديت مستشار في تفراوت في البلدية ديال تفراوت، وكنت مستشار داخل الكونسي بروفينسيال ديال تيزنيت، وكنت رئيس جهة، ودزت برلماني في تيزنيت كذلك. ويعني المسار السياسي قبل ما تكون عندي المسؤولية السياسية ديال هذا الحزب كله يعني كانت في هذه الجهة، فأنا مدين لكم. وإلا خدمت مزيان راكم انتم اللي علمتوني، انا ما خدمت مزيان غير الفلطة ديالكم. هاد المنطقة اللي عزيزة على سيدنا وعلى عزيزة على المغاربة كلها، اولا بغيت نشكر السي كريم الشنقلي على العمل الكبير الذي يقوم به، ليس فقط ك يعني منسق ديال الحزب، ما كدابور كرئيس ديال الجهه، ورئيس ديال الجهه ديال بصح اللي كيشتغل كيمشي للميادين، وسمعنا التيمونياج ديالكم، وسمعنا بانه كيمشي لطاطا اكثر من شحال قلتي، خمسه ولا سبعه، خمسه المرات، وكيمشي للمناطق كلها وكياخذ الكلمه، وشفنا حاضر جميع يعني الاجتماعات اللي كانوا، ويعطي واحد القوه واحد الديناميه. فلنا كل افتخار انه اولا هذا الشيء ماشي غريب، لانه ولد باه الحاج الحسين الشنقلي الله يرحمه، وانا باقي صغير جيت مع السي احمد والحاج الله يرحمه، وغادي نمشيو نسكنوا في لوطيل كمال. اول واحد تلاقيت معه وقيله من الشخصيات الكبار ديال سوس انا ذاك اللي كانوا في الميدان السياسي، واللي كان صديق ديال الوالد ديالي، وانا جالس حداهم انا صغير. وكي ما في امبرسيوني على ليبوك هو الحاج الحسين الله يرحمه. الحاج الحسين يعني رجل مشاريع، رجل تكلم قبيلة السي كريم وتكلم على اللوطوغوت اللي جات وداك الشيء. انا فاش كنا كنجريو على اللوطوغوت وندابزو على اللوطوغوت ما كنتش بوحدي، هو كان من المؤيدين الكبار اللي وقف على هذا المشروع، وحد لان التاريخ خصو يتقال بالحقيقه ديالو. والسي بودلال حتى هو كان يعني من الناس اللي يعني جراو على هذا الشيء، وانا فرحان السي بودلال اليوم انك نشوفك بخير ونشوفك على خير، وهاد الجمع هذا اللي كاين لانه الى هو كاين اليوم لانكم بحالك كان واحد العدد ديال الناس واحد النهار، لاني ما يمكنش نكونوا هنا لو كنت ما كنتوش انتم قبل منا في الحزب. فالشكر لك والصحه لك، وباقي فيك ما تخدم عندك تجلس، احنا محتاجينك.